النهارده عندنا مجموعة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم، لكن خلينا نبتدي دلوقتي بالأحداث اللي حصلت امبارح وأهمها الاجتماع الأسبوعي للحكومة واللي عقد بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، وتم اتخاذ عدد من القرارات منها عودة العمل بالتوقيت الصيفي في آخر يوم جمعة في شهر إبريل. كمان من ضمن الأخبار اللي حصلت امبارح، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع مستجدات إعداد الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى نفي الحكومة إجراء امتحانات تجريبية لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الحالي، وتفاصيل تانية هنعرفها من التقرير اللي جاي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، واللي تم فيه مناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة. خلال اجتماع الحكومة تمت الموافقة على مشروع قانون لعودة العمل بنظام التوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة من شهر إبريل اللي جاي، ولحد نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، وده في ضوء ما يشهد العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية وسعياً من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة مستجدات إعداد الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وأكد مدبولي حرص الدولة على تقديم أكبر قدر ممكن من الحوافز والتيسيرات لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لإجراء امتحانات تجريبية لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قال أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وهيتم تدريب الطلاب على شكل وأسلوب امتحانات الثانوية العامة بمختلف المواد من خلال توفير نماذج استرشادية إلكترونية للطلاب على الموقع الرسمي للوزارة دون الحاجة لعقد أي امتحانات تجريبية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه في إطار الجهود المتواصلة اللي بتقوم بها القوات المسلحة في مجابهة أعمال التهريب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، نجحت قوات حرس الحدود بجنوب سيناء في إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، وتؤكد القوات المسلحة على استمرار جهودها في تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية والقضاء التام على أعمال التهريب. أما في جولة المحافظات ففي مجموعة كبيرة من الأخبار والأحداث المهمة اللي حصلت امبارح في محافظات مصر، واللي منها بدء تطوير ميدان المساجد بمنطقة أبو العباس في اسكندرية، وتنظيم 55 نشاط ثقافي وفني، وده ضمن مبادرة حياة كريمة في محافظة المنوفية. امبارح كمان في المحافظات تم افتتاح معرض أهلا رمضان في عزبة البرج، وده كان في دمياط، وكمان بدء موسم توريد محصول بنجر السكر في بورسعيد، وأحداث تانية هنتعرف عليها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الإسكندرية اللي تم فيها إطلاق إشارة البدء في مشروع تطوير ميدان المساجد بمنطقة أبو العباس بنطاق حي الجمرك بتكلفة 271 مليون جنيه ومدة التنفيذ 24 شهر، وده تفعيلاً لاستراتيجية التنمية الشاملة للمحافظة ورفع كفاءة وتطوير المواقع والميادين المتميزة في الإسكندرية. في الأليوبية تم توفير كراتين بيض مائدة بسعر 95 جنيه للبيض الأبيض و96 جنيه للبيض الأحمر، وأوضحت المحافظة أنه هيتم يومياً توفير سيارات لبيع البيض للمواطنين أمام ديوان عام المحافظة. في المنوفية تم تنظيم 55 نشاط ثقافي وفني ب22 موقع ثقافي بإجمالي حضور 1516 مستفيد، وده ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وبهدف الارتقاء بالذوق العام وتنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين وتقديم الدعم والرعاية الشاملة ليهم. في سوهاج بيتم تنفيذ أعمال تطوير ورصف 14 شارع فرعي ببلاط الأنترلوك بشارع سيالة أولاد نصير بحي غرب بتكلفة 2 مليون و 647 ألف جنيه، وده ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بهدف تطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية وظهورها بالمظهر الحضاري اللائق والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
في البحيرة أعلنت مؤسسة حياة كريمة انتهاء المرحلة الثالثة من تجهيز 20 معمل بمدارس المحافظة بأحدث الأجهزة التكنولوجية وربطها بالإنترنت وتنفيذ برامج للتوعية بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بنظام التعليم الرقمي الجديد، وده في ضوء محور بناء الإنسان والاهتمام بالتعليم كعنصر أساسي من عناصر بناء الإنسان وضمن مبادرة التعليم حياة. في دمياط تم افتتاح معرض السلع الأساسية أهلاً رمضان بمدينة عزبة البرج، واللي بيوفر سلع غذائية وخضروات وفواكه وأسماك ولحوم ومنظفات بأسعار مخفضة. في كفر الشيخ بيتم تنفيذ أعمال إنشاء مستشفى موتوبس ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتم استلام الموقع في 16 نوفمبر 2022 وبلغت نسبة تنفيذ إنشاء المستشفى 17% بتكلفة تتجاوز 1 مليار جنيه وعلى مساحة 12,000 متر لخدمة أهالي مركز ومدينة موتوبس والمراكز المجاورة طبقاً لمنظومة التأمين الصحي الشامل. في المنيا تم تنظيم قافلة طبية وعلاجية بقرية دورة التابعة لمركز ملاوي، وتم الكشف الطبي على 1938 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة ليهم بالمجان، مع تحويل الحالات اللي بتحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات. في بورسعيد تم بدء موسم توريد محصول بنجر السكر بمنطقة سهل الطينة، والتنسيق بين كافة الجهات الأمنية والزراعية المختصة لاتخاذ كافة التيسيرات والتدابير اللازمة خلال توريد محصول بنجر السكر، وكمان التنسيق مع شركات ومصانع السكر لتسهيل نقل محصول البنجر من المزارعين لشركات السكر. في الغربية تم تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على المرضى غير القادرين بقرية كوم عبود مركز بسيون، وقرية كفر سبطاس مركز طنطا، وقرية كفر الصارم مركز سمنود، وشملت القافلة جميع التخصصات الطبية مع توفير العلاج بالمجان.